وللحديث عن الذكرى السنوية لنهاية الحرب الإيرانية العراقية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. سيادة العقيد مرحبا بكم. يعني كما استمعت إلى التقرير، تمر اليوم الذكرى 31 لهزيمة إيران في الحرب الإيرانية العراقية والتي استمرت 8 سنوات، كيف تستذكرون هذا اليوم سيادة العقيد؟ نعم، حياكم الله، مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الرافدين. لا شك أن هذا اليوم هو يوم خالد في تاريخ الجيش العراقي وفي تاريخ العراقيين جميعا. يوم 8/8 عام 1988 هو يوم خالد في سفر الجيش العراقي، هذا الجيش الذي وقف بوجه الريح الصفراء لمدة 8 سنوات واستطاع أن يدافع عن العراق وعن الأمة بأكملها، ورأينا كيف عندما انهار هذا الجيش ماذا حصل في الأمة، حيث تصدع هذا الجدار، فكان هناك إشكال كبير جدا، أطال العراق وأطال سوريا وأطال لبنان وأطال اليمن وأطال البحرين وأطال كثير من الدول العربية. ما كانت تجرؤ إيران على أن تقوم بما قامت به لو بقي العراق صامدا كما كان في السابق، ولكن هم يعرفون بأن الهجمة الشرسة التي كانت على العراق كانت من قبل إسرائيل ومن قبل إيران ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مؤامرة كبيرة جدا على تدمير هذا الجيش ولا تدمير العراق لكي يفعلوا ما فعلوه الآن بهذه المنطقة التي الآن تعج بالصراع. طيب سيادة العقيد، كما تعرفون إيران رفعت قبيل الحرب شعار تصدير الثورة وأعلنت حينها أن طريق القدس يمر عبر كربلاء. إلى أي مدى ترى أن الشعار كان لتغيير وجه المنطقة وليس لتحرير القدس كما ادعت؟ نعم، هم يرفعون هذه الشعارات الآن في سوريا، أيضا يرفعون نفس الشعارات، وفي البحرين وفي اليمن كذلك يرفعون نفس الشعارات بأنه طريق القدس يمر عبر هذه الدول ويمر بمكة المكرمة وبالمدينة المنورة ثم بعد ذلك إلى القدس. هم يرفعون هذه الشعارات لأنهم يحاولون تعبئة الشارع تعبئة أيديولوجية وفكرية لغرض تنفيذ مخططاتهم التوسعية في المنطقة. لذلك نرى بأنه إيران عندما قدمت بمشروع تصدير الثورة، والكثير يقول بأن العراق مثلا، هناك نسمع بأن العراق هو من مدى الحرب. نحن نقول لو كان العراق أو غير العراق من مدى، هل كان العراق يستطيع تجاوز هذه الحرب مع إيران؟ أنا أقول بأنه لم يكن باستطاعة العراق أن يتجاوز، لأنها مفروضة من قبل النظام الإيراني، لأن مشروعه التوسعي يقتضي بأن يدخل إلى العراق ويدخل إلى المنطقة لكي يقوم بنشر الثورة الإسلامية في هذه البلدان كما كان يدعي خميني. لذلك أنا أقول أن إيران عندما دخلت الحرب كانت تتمتع بقوة كبيرة جدا، قوة عسكرية، فهي الجيش الخامس على العالم، وهي مساحتها أكثر من مساحة العراق ب3 أضعاف، ولكن معها هذا كان الصراع غير متكافئ بشكل كبير جدا، ولكن العراقيين حملوا أسلحتهم وقاتلوا من شمال العراق إلى جنوبه كرجل وكفريق واحد، واستطاعوا أن يقوموا إخفاض هذه النار الصفراء التي من طهران. ولكن أنا أعتقد بأنه المشروع هو قائم منذ تلك الفترة واستمر إلى حد يومنا هذا. سيادة العقيد، طهران رفضت المبادرات العراقية وأيضا الوساطات الإسلامية والدولية. يعني أنا كنت صغير في السن ولكن أسمع باسم سيكاتوري، كان ربما يكون حمامة السلام بين العراق وإيران، وذلك إيران رفضت إيقاف الحرب. ألا ترى أن موقفها اليوم من الأزمة في الخليج العربي يشابه موقفها إبان الحرب العراقية الإيرانية؟ نعم، أكيد إيران تقول شيء وتفعل أشياء أخرى. إيران لو كان باستطاعتها أن تكسب الحرب في تلك الفترة لفعلت. هم عندما احتلوا الفاو في جنوب العراق في 86 قالوا إذا استطاع الجيش العراقي أن يقوم باستعادة مدينة الفاو سوف نذهب. ها خامنئي كان في تلك الفترة صرح هذا التصريح، قال إذا استطاع الجيش العراقي أن يستعيد مدينة الفاو فسوف أذهب إلى بغداد وأهنئهم بهذا النصر. ومع هذا استمرت الحرب. العراق منذ البداية عندما كانت بداية الحرب كانت استراتيجيته هجومية دفاعية، ثم بعد ذلك انسحب إلى الحدود الدولية، ثم بعد ذلك استمرت الحرب لفترة طويلة جدا بحيث أصبح الصراع يستنزف قدرات العراق بشكل كبير جدا. لذلك كان لابد من التفكير باستراتيجية هجومية نستطيع من خلالها كسر إرادة الجيش الإيراني على القتال، وهذا ما حصل باستعادة مدينة الفاو، ثم بعد ذلك تم استعادة جميع الأراضي التي استطاع الإيرانيين خلال هذه السنوات الثمانية من أن يحصلوا على موطئ قدم فيها، وأجبرت إيران على وقف القتال
في 88 بالموافقه على قرار مجلس الامن 598. اليوم في الخليج العربي انا اعتقد ايران تدرك جيدا بان السد المنيع الذي كان يقف بوجه ايران هو العراق. الان العراق غير موجود، والجيش الموجود هو جيش ضعيف جدا تم تشكيله من قبل الاحتلال وباتفاق ايراني امريكي، وبالتالي هذا الجيش هو يعني لحد هذه اللحظه لا يستطيع الوقوف على قدميه. هذا الجيش يفتقر الى التاريخ، يفتقر الى المهنيه، يفتقر الى الحرفيه، لذلك نرى التدخلات كبيره جدا. هناك قوات امريكيه باعداد كبيره جدا في العراق، نرى بان هناك تدخلات للتحالف الدولي لجيوش اخرى ايضا، نرى هناك تدخلات لتنظيمات ارهابيه كالبككه وغير البككه، نرى تدخل ايراني وسيطره ايرانيه بشكل كبير جدا، نرى بان الميليشيات قد ازدهرت بشكل كبير جدا في العراق واخذت تسيطر على الوضع السياسي والاقتصادي والعسكري، لذلك انا ارى بانه ايران الان هي فرصتها للتمدد في المنطقه باتفاقات امريكيه ايرانيه في الفتره السابقه، ولذلك نرى بان المشروع الان يسير بهذا الاتجاه. طيب سياده العقيده، انت ربما استبقت ولكن دعني اخوض معك بشيء من التفصيل. الان وبعد مرور هذه السنوات وبعد انكشاف اطماع ايران وتريد ان تتمدد في المنطقه وفعلا فرضت نفوذها داخل المنطقه العربيه لا سيما في العراق تحديدا، كيف ترون تعاطي الولايات المتحده مع ايران؟ هناك حرب كلاميه بين الطرفين. إيران كشفت عن وجهها الحقيقي وهي تريد أن تتمدد أكثر في المنطقة العربية، وهي ربما تكون نجحت في النفوذ داخل العراق. هل ترى أن الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة والغرب من جهة وبين طهران من جهة أخرى يمكن أن يرقى إلى مواجهة عسكرية بين الطرفين في القريب العاجل؟ الفرنسية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تنازلت عن حليفها وشرط الخليج الشاه، تنازلت عن الشاه بمقابل أن يأتوا الملالي إلى السلطة. إذا هناك اتفاق مسبق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية على تولي الملالي لحكم طهران. طيب. المسألة الثانية، كانت هناك اتفاقات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على احتلال أفغانستان وعلى احتلال العراق، وهذا ما صرحت به كثير من القيادات الإيرانية بهذا الأمر. المسألة الثالثة، بأن هناك اتفاق في فترة أوباما ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على إطلاق يد إيران في المنطقة، وبالتالي هناك اتفاقات سبقت الاتفاق النووي 5+1 ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. هناك اتفاقات كثيرة في الفترة السابقة تم إبرامها، ولكن هناك تغيير الآن أو هناك تجاوز للخطوط الحمر التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية للنفوذ الإيراني في المنطقة وخاصة في العراق. لذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط بشكل كبير جدا الآن للجلوس إلى طاولة مفاوضات، فهي تم إسقاط لها طائرة مسيرة، وهناك كثير من الاستفزازات ما بين الطرفين بإطلاق صواريخ وغيرها، ولكننا نرى بأن هناك حرب كلامية نتيجة للتخادم السابق ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يحاولون أن يجلسون لكي يتفقوا. أما بأنه قد تصل إلى حرب في الفترة المقبلة، أنا أعتقد بأن الصراع بدأ يأخذ يعني تطور جديد، هذا التطور ستحكمه الأيام القادمة إذا ما كان هناك فعلا تصعيد عسكري في المنطقة أو سيكون هناك اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. من اسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا لكم.